تصل وتعود الكرة الآن لمصلحة نادي الرستاق. المحاولة والكرة الخطيرة والمتابعة. أوه! جول ثاني يأتي في أرضية الملعب لمصلحة نادي الرستاق. وحسب توقعي جوزيف يسجل هدف ثاني نعم من جوزيف بيسا. والكرة في شباك النصر. النصر يعاني، النصر في وجه المعاناة. نعم كما نشاهد في أرضية الملعب. جول 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 لمصلحة الرستاق. الوجه الجديد، الوجه القناع ينكشف في حقيقة الأمر لهذا المدرب الذي يقود الكتيبة الفريق اللي في حقيقة الأمر يختلف تماما. شوف 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 لعادة. جول 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 عن طريق جوزيف بيسا. والكرة في الشباك. هوب تسديدة والكرة في شباك نادي النصر. لا لا والله، لا الأمور أصبحت مختلفة تماما عزيزي المتابع.